رسالة إلى شيعة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها المنتظرون، توقعوا الفرج صباحا ومساء، فإن الله كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، والمترقب للفرج لا يعصي الله أبدا ويتحرى رضاه دائما ويتقرب إليه بالطاعات وباجتناب المعاصي والسيئات وبإيتاء الصدقات وبالأعمال الصالحات. فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. ولكن مع ذلك احذروا التوقيت، فقد كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون. نصر روح البتول، من به الأكوان تحيا، ومن شمس عياه تهدى الأفول.